صلاة التراويح سنة ويستحب فعلها جماعة، مما يدل على استحبابها أنه بيّن صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قوله من قام مع الإمام دليل على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام. ولذلك قيل للإمام أحمد: أيعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس.